على مدار الساعة. العقل، الكلام الحلو، التفاؤل، الطاقة الإيجابية. أنا بشكر حضرتك جدا جدا، وهنتقل إلى زميلتي آلاء نبيل من داخل مقر البعثة الدولية المشتركة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. مساء الخير يا آلاء. مساء الخير أستاذ خيري. نحن الآن في غرفة عمليات البعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات. يتابع الانتخابات في أكثر من 25 محافظة ب 2600 مراقب دولي ومحلي. أصدرت اليوم البعثة التقرير لليوم الثالث للانتخابات. معنا ومعكم دكتور لؤي ذيب، رئيس البعثة المشتركة الدولية لمتابعة الانتخابات. صباح الخير. صباح الخير. اولا يا فندم، ايه التقرير اللي انتوا اصدرتوه النهارده؟ ايه اللي انتوا قصدتوا فيه؟ معلش يا استاذ خير، صباح الخير. مين الساعه 4 العصر؟ يلا بسيطه. احنا اصدرنا تقرير اليوم حول سير العمليه الانتخابيه، حول مدى انسيابيه العمليه الانتخابيه، ازاي صارت العمليه الانتخابيه في المراكز. اتكلمنا لبعض المشاكل الفنيه، بعض التجاوزات. نحاول البحث عن النسب لهذا اليوم، تسجيل النسب لهذا اليوم. انا باعتقادي حتى قبل ساعه من الان كانت النسبه قد بدات تتجاوز 52%، وهذا مؤشر جيد للشعب المصري. هل في اي شكاوى او انتهاكات رصدتوها النهارده؟ الشكاوى والتجاوزات المعتاده والتي نصنفها في الاطار الفردي، الاطار الذي لا يشكل ضررا او لا يشكل خطرا على نزاهه هذه العمليه الانتخابيه. برضه في بيانكم رصدتوا ان عدم وجود مندوبين للمرشح حمدين صباحي في كثير من اللجان، صح كده؟ أصبح واضحا اليوم أن مندوبي المرشح حمدين صباحي قد انسحبوا من أغلب مراكز الانتخابات في جمهورية مصر العربية، لم نجد لهم أي تواجد في أي مركز قد زرناه. طيب ماذا عن مندوبي مرشح الآخر؟ كانوا متواجدين. طيب هل تعتقد يا فندم بأن مد فترة التصويت كان في صالح العملية الانتخابية؟ أنا باعتقادي نحن نشجع أي عمل من شأنه أن يشجع الناخبين على استخدام حقهم، على الإقلاء بصوتهم، ولكن هذا مؤشر جيد للشعب المصري، هذا مؤشر يعطينا أننا يجب أن نفكر، أن السلطات المصرية والشعب المصري يجب أن يفكر جديا في تطبيق البند الخاص بالدستور بإنشاء المفوضية الدائمة للانتخابات لتجاوز هذا الخلل، مسألة الوافدين، مسألة المصريين الذين لا يستطيعون التصويت، لأن المشكلة لا يمكن حلها في يوم واحد من قبل اللجنة العليا للانتخابات. أصبحت المشكلة بحاجة إلى مؤسسة لتعمل وتقف على الموضوع كي تحل كل المشكلة من جذورها بخلق نظام محوسب يتيح لكل مصر التصويت واستخدام حقه أينما كان أو أينما وجد. إيه أكثر الفئات العمرية التي رصدتوها تشارك في العملية الانتخابية؟ أعتقد أن هذا سابق لأوانه، لأن العمل الآن كل جهد منصب ليس على أخذ النتائج للفئات العمرية بقدر ما هو أخذ النتائج لنسبة المصوتين ونسبة التصويت المختلفة في المحافظات. فأعتقد أنه سابق لأوانه قليل، يمكن على بداية المساء أن نكون قد بدأنا نعمل عليها. طيب أعداد اللجان التي مررتم عليها؟ يعني حتى اليوم تجاوزت البعثة المشتركة قفزت عن 9900 لجنة. هذا الكلام كان حتى قبل ساعة. يعني البعثة استطاعت الآن أن تقفز إلى مستوى أكثر من 70%، هي تقترب من 70% من تغطية مراكز الانتخابات. يعني اليوم الثالث أتاح مزيدا من المساحة للبعثة لتزور مراكز أخرى. دكتور لؤي، قبل الهوى لاحظنا أن كثير من المراقبين لقطوا ورصدوا لقطات طريفة من خلال المصريين على مدار الثلاث أيام. يعني الشعب المصري بيشكل حالة خاصة مش بس في الانتخابات الرئاسية، ده كان من أيام الاستفتاء. يعني في مظاهر فرح، في مظاهر للاحتفال عند الشعب المصري بتميزه عن أي شعب في العالم، هي مظاهر خاصة جدا. فتعرف اللي جايين من ثقافات مختلفة، عندنا في البعثة 62 جنسية مختلفة، فأمر طبيعي جدا أنهم بيسجلوا المشاهد دي، بينقلوها لبلادهم، مشاهد الاحتفال للشعب المصري، طريقة الاحتفال، طريقة التعبير عن الفرحة، طريقة يعني حتى طريقة الغضب عند الشعب المصري، أنا أعتقد أنها مميزة عن باقي شعوب الأرض، فده مسألة طبيعية جدا، وأنا بعتبره فطرة التبادل الثقافي يا ستي. دكتور لؤي ذيب، رئيس البعثة المشتركة لمراقبة العملية الانتخابية، أشكرك يا فندم. أشكرك جزيلا. وأشكركم مشاهدينا، وعودة إلى الاستوديو. بشكرك جدا يا آلاء. ده كلام مهم قاله السيد لؤي الديب، رئيس البعثة الدولية المشتركة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وبيقول إنه حتى الآن نسب المشاركة تقترب من نسبة 52%، ده النهاردة. يعني هو أضاف اللي احنا قلناه من امبارح،
لو اضفنا النهارده هو بيتكلم في نسبه ممكن تكون 10% نسبه المشاركه النهارده بالارقام اللي عندنا، يصبح منطقي لو قلنا 10% مشاركه او 8% او 9% هتصل الى هذه النسبه، ويصبح اليوم كما هو متوقع اقل الايام مشاركه.